هذا رمضان شهر صفاء الروح، فيه الإحسان والأنوار تلوح. هذا رمضان شهر صفاء الروح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الترمذي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. فينبغي للواحد منا ألا ينسى المعروف للناس، فهذا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الفضل الذي له على أبي بكر وهو إنقاذه من عبادة الأوثان إلى درجة الإيمان التي هي سبب السعادة الأبدية، أفضل مما بذله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يدعو له فيقول: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني معه إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، وقال: وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. رواهما الترمذي. فلا تبخل على من له فضل عليك بالدعاء والمكافأة والمساندة، فإن ذلك سبب في استدامة المودة بينكما، والله تعالى أعلم وأحكم.